كان لو كان وزير تعليم. انا قلت اهتم ايضا بمراجعه ما تنفقه الدوله على التعليم، هل هو ينفق في الاتجاه الصحيح ولا هو اهدار؟ وظني ان جزء كبير جدا منه اهدار. واذا سيادتك طلعت بكره الصبح رحت اي مدرسه ثانويه او اعداديه، واخد بال حضرتك، لا هتلاقي طلبه ولا هتلاقي مدرسين. الطلبه هجروا المدارس والمدرسين هجروا المدارس. طب حضرتك لو بتعمل مستشار للرئيس السيسي، السيسي انا عندي نصيحه قلتها له من يومين ثلاثه كده، قلت له احسن اختيار معاونيك، احسن اختيار معاونيك، احسن اختيار معاونيك. قال لي وايه ترتيب ولا حاجه خلاص. انا احب السيسي جدا، ده موقف عاطفي واقدره جدا، وده موقف عقلي بقى، ان هو فعلا عنده رؤيه لمصر وعنده ادراك لحجم مصر، وده نادر ما يبقى في رئيس عنده هذه الشفافيه والرؤيه وعارف. انا اشتغلت طبعا مستشار لكتير من القيادات السياسيه في مصر والخارج يعني، فانا اعلم انماط القيادات.